الضبيع الحكم الخيار. كبريتو اللي مو هذا صندوق العجائب تبع ابن نجيب؟ بلا ابو نجيب مسطح جنبه كمان. لك ايه والله هذا ابن نجيب، تعالوا شوف شو فيه. تعالوا. طب خير عمي، خير عمي رشدي، شو فيه؟ شوفت عينك ابو نجيب عضه كلب. يا رشيد شو صار هيك؟ هذا يا سيدي كلب مسعود على طريق غطى عضه، وانا فكيته من بين اسنانه، بس سالته انت من وين؟ قال لي انا من ميدان حات عياش، فحطينا لك اياه بالطنبو جبنا له هون. يا لطيف يا لطيف، كلب مسعود. اي والله. شو ابن نجيب؟ وين الزلمه؟ لا انتم ولا امكم. مستوي. ليه عجيب؟ شوفت عينك ابن نجيب عضه كلب، بس الحمد لله الكلب ما صار له شيء. الحمد لله. شو قصته، عايش ولا ميت؟ لساته في رمى. يعني ملوي. ان شاء الله. طب خدوه وصلوه على بيته، بس ديروا بعلكم ما يعطكوا. يلا ابو رضا روح معه. يلا روح اخي، روح امشي. روح روح روح. وين اخذه على البيت؟ يلا دير بالك ابو رضا، ها يلا روح. وعيد شكشي عضه. يلا انا معكم. ابو صفوان. ايه ابو صفوان خير؟ شوفي لك هذا المسكين ابن نجيب طلع عضه كلب مسعور. يا لطيف، كلب مسعور؟ ايه والله هيك عم يقولوا، اخذوه على البيت. سلام قولا من ربي الرحيم. مسكين يا ابو نجيب على الاخره. شو اخره؟ اخره شو؟ لا شو اخره شو؟ خلص الزلمه راحت عليه. شو يعني؟ هذا اللي بيعضه كلب مسعور بصير مثله، يعني بيستكلب. يا لطيف، يعني بصير بيعض وبيعوي مثل الكلب؟ لك ايه، مو بعيده. عم تمزح معي بصفوان؟ لك ما عم بمزح. لا اله الا الله. طيب شو له دواء هذا؟ لك هذا ما له دواء غير القواص. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو قواص مع قواص؟ لك ايه مثل ما عم اقول لك، لانه الكلب المسعور بيضل بيعض ويأذي لحتى يموت، ومثل ما قلت لك يلي بيعضه الكلب بيستكلب مثله. طيب هذا الزلمه يلي عضه كلب واستكلب، اذا عض زلمه مثله بيعديه؟ اذن شلون؟ يا لطيف، احسن شيء نسكر عليه باب بيته ونصير زدت له أكل من فوق الحيط. لا حول ولا قوة إلا بالله. هي آخرتها مسكينة لابن نجيب. لك ضل مستكلب على الحياة لحتى انكلب. انكلب على حقه حقيق. يلا السلام عليكم. السلام. شفت شلون؟ مستكلب. ربي يغفرني ولوالديك ويرحمهما كما ربياني صغيرا. الله يمسيك بنوار النبي. مساء الخير شيخي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخي ابو محجوب ابن عمي، في هيك يعني سؤال صغير بالشرع بده يسالك اياه. تفضل يا ابني اسال. شيخي مثل ما بتعرف جوز اختي وضاح عطاك عمره. الله يرحمه. تعيش. هلا انا بدي اخذ اختي على بيتنا اما تخلص عدتها. فيها حرمانيه لما لا؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ابني ليش مستعجل؟ هلا شيخي هو عم بيسألك يعني إيش كان فيها حرمانية ولا لا؟ وأنا قلت له ليش مستعجل؟ يا شيخي يعني مثل ما بتعرف عمي أبو وضاح بيتم رجال غريب وأجنبي عنا، مو حلال ضل عنده بالبيت. ومين قال رجال غريب وأجنبي؟ لك هذا سعره بسعر أبوها، هيك سبحانه وتعالى قال. شيخي الله يجبر بخاطرك، يعني في مجال جاوبنا على هالسؤال وخلصنا؟ كان الله يحب المحسنين. يا ابني خليك محضر خير. شو خير ما خير يا شيخي؟ لك هي القصة قصة شرف وعرض، والمخلوقة بنت عمي يعني عرضي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ابني اسألوا غيري. السلام عليكم. بيا القصة فيها حرمانية سي صفوان، حلا. امشي لحلا امشي. واحد هدول خواريف؟
10 خواريف معلمين. تاخذ هذا فخري تذبحهم وتوزعهم على اهل الحاره. اسمع، لما تطلع على المزرعه بتجيب 10 تاليات تذبحهم وتوزعهم على اهل الضيعه. فهمت؟ هذا باختصار. يلا الحين معلمين معلمين عاوزينك بالحاصل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يعينك على مصيبتك. أخي الشيخ نزير ما له حابب يزعلوا لأبو الضاح، بس ما له حق ابنه. الزلمة لازم يقول رأي الشرع ولو على قطع راسه. وشو الحل برأيك؟ بسيطة، منشوف شيخ تاني. والله انا شايف لك انه الناس كلياتها رح بتصف مع عمي ابو الضاح ضدنا. ابن عمي هي القصه قصه شرف وعرض. قال الناس ليش دخيلك يعني الناس شو فارقه معهم؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. فوتتني بالحيط رسمي. لا لا تفوت بالحيط عمي، بهيك مسائل الناس بتحلحل امورها من جوات العيله، ما بيفوتوا حدا براني. هلا معلش يعني نحن مثلا لما رجعنا لك وفيقه دخلنا شي حدا غريب، مو حلينا امورنا كلياتها بالستر والسلامه؟ مزبوط. شفت شلون؟ هيك قصص ابن عمي، ناس بتحلحل امورها من جوا لجوا، ما بفوت حدا غريب بنو. مزبوط. اهلين رشدي، خير؟ صحيح الحكي اللي سمعته؟ انا وحكي انك عم تقول عن وضاح انه خاين وبيستاهل الاعدام. يا حري حريشك هلا بالله مشان هيك بقى ايدك هيك رشدي شبك عيب عيب. لكن هذا بيعرف العيب، هاد يا عيب الشوم عليه. لكن ايش كان وضح خاين انت شو لكان؟ طالب برا طالب برا روح مشي طالب يعني بس مالي نسي له يا على صفوان افندي. روح اطلع يلع اتركه محجوب اتركه، ولا عندك عمي ولا شدك تحكي معه. هذا بقى تربايه عمده وضح تعال حلا لك على مجيدي من هون ولقمت كبه من هون. أعطامي التم تستحي العين. لك الله وكيلك رح بجننوني، عم يلعبوا بعقلاته للولد، رح بيطلع من ايدي. يمنا منه هلا محجوب يمنا منه. شو رأيك اليوم نحمل حالنا ونروح نشوف لنا شي شيخ بالأموي؟ ما بيزبط، بدنا شيخ قريب ومن الحارة مشان يفوت القصة براسه لعمك أبو الضاح. شبنا؟ أب محجوب، نحن من القصة كلياتها بهمنا رأي الشرع. بعدين إن فهم أبو الضاح ولا إن شاء الله 60 عمره ما يفهم. إذا الشرع قال إنه هالحرمة فيها تكمل عدتها ببيت أهلها، منروح مناخدها غصب عن اللي بريد واللي ما بريد. أيوة مثل ما بدك. لكن يلا يلا خلينا نروح نجيب محجوب ووفيقة، منروح على البيت منتغدى، بعدين منحمل درب طريقنا منروح على أمي منشوف لنا شي شي. حماتك اليوم طابقة لحمة بالصينية وعزمتها. لكن يا عمي صهر غالي العزل الرز. شرف 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 تفضل. يلا ديروا بالكم يا رجال. صفوان عم بيقول انه وضاح خاين. ايه بس ورحمة ابي وروح وضاح تحت التراب مالي نسي قالوا يا ابنه. علي الجيرة لو ما عبده وقف بينه وبينه كنت قصيت له لسانه وشلت له ياه وريحت العباد منه. لا اخي لا اتركه، اصلا صفوان كل عمره ندله خسيس وجبان. لك مين هو لحتى يقول عن وضاح خاين؟ والله عال صفوان بده يقول عن وضاح خاين. نسي لما عمل له قتله بالساحه قدام كل الخلايق؟ صفوان عم يقول عن وضاح
عنه خاين؟ احكي صفوان عم يقول عن وضح انه خاين ونورد ونورد عمتي ويلا كرمال الله طولوا بالكم علي الجيرة إلا أبروح وما برجع إلا وجايب راسه معي وعمتي الله يخليك مو ناقصنا الله يستفل فيهم الله يستفل فيهم شكيت الله الله عمتي كرمال الله شو طيب؟ شلونها دايمة يا ولد عمي؟ طيب قول تقبرني قول واقف لفظه دايمة شبعت لا والله لا تاكل مرت عمي والله انفسدت طيب قول هاللقمة اهو اسلم مني اياها دايمة شلونها دايمة عمي؟ لكن يا عمي اكون صهر ولا تكون ابن تقبر قلبي زعلت والله غلاوة عبده من غلاوتك يقبر قلبي بحب طبخي مثل ابو خنطق منطق الله يرحمه كان يقول لي بعد طبخي ما في طبخ يا عم صفوان ابو عبده ابو عبده بس يا حسرتي ما كان يحكي هالحكي قدام حدا مشان ما يوصل الحكي لام عبده وتزعل منه ايه كل شيء بصير قوم ام محسوب قوم خلينا نحل شغلنا على بكير يلا لك وين رايحين بهالبرد لك الدنيا زمهريه شو بكون مشوار صغير يا بي مشوار صغير ما نتعوى شرف ام محسوب يلا خاطركم على السلامه على السلامه لك شو بدك فيهم؟ شكون يا لطيف مع اكثر غلبتك بالداخل بالكبير وبالصغير انا كثير غلبه لاني خايف عليهم من البرد ما بينخاف عليهم هدول شباب لك الله يبارك بالرجال ايه مثل ما بدك صبحيه تعوا يا بنات تعوا تغدوا والله الجماعه اذا بدهم ياخذوا بنتهم اعطوهم اياها لانه الحرمه بعد ما يموت جوزها بيت اهلها اولى فيها شو عديد كلامي مزبوط ولا انا غلطان لا مزبوط شيخي مزبوط بس طالما الحرمه حابه تبقى ببيت حماها شو المانع وخصوصي انه الجماعه مالهم غير بيت عمتها ولا في رجال غريب لحتى نقول انه خايفين عليها منه ما في غير عمه ابو الضاح وعمه ابو الضاح ما ابوها شرعا كلامك مزبوط بس ما حدا بيقدر يجبرهم يخلوا بنتهم ببيت حماها بعد وفاة جوزها الله يرحمه ساعتها بجيب خيمة وبنصبها هون جنب بيت المختار وبقعد فيها وما بخلي جنس مخلوق يقرب صح عم صف لا مش طار رجيم بسم الله الرحمن الرحيم شفته مثل ما شايفكم شفته واحد الله يا مختار واحد الله لا اله الا الله لا اله الا الله طول بالك مختار طول بالك انا تعبان شوي ما في شيء خليني اروح اتسطح شوي ايه تعال يلا معك يلا بسم الله الرحمن الرحيم مفتاح الوصلك على الباب يلا بسم الله الله يحميك يا رب الحمد لله على سلامتك يا أخي الحمد لله أنه رجعت لنا بالسلامة الله يسلمك يا رب وإن شاء الله العود بسلامتك أنت وولادك والله أبقى عود كارجال رحمة الله عليه إيه الله يرحمه وأنت ليش عادي هون؟ هيك أحسن لك أخي بيتكم يا دوب واسعكم وليش ما ضليتي بيت جوزي؟ بيت جوزي؟ بيت جوزي ايه شوفي اختي شو صار معي ما في شيء اخي ما في شيء نحن ما صدقنا ايمت رجعت لنا بالسلامه وما بدي اخسرك شو تخسريني ما تخسريني شو القصه بلاها اخي بلاها قصه وراحت بحال سبيلها عم اقول لك احكي شو القصه جابر شو بو جابر شو ما بدك تقوم تنام هلا بتبرد صدقني يا موضح مالي بردان خليني قاعد شوي هلا بتبرد وبتمرض نحن ما بقينا بهالدنيا غيرك خلص هلا شوي تاني بفوت بنام بس خليني قاعد هيك لحالي شوي الله يخليك طلعي انتي لعند رويدة لا تخليها لحالها طلعي نامي عندها الحكاية ما بدك
وانت بخير. بدك فايقة تقبريني؟ ايه عمتي. نور ما عم يجيني نور. بدك تقبري عضامي ان شاء الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. خلص 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 يا عمري خلص 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 خلص. استهدي بالرحمة. استهدي بالرحمن قري له قرآن. ليه صفوان افندي شلونك؟ الحمد لله. كنت بالحبس والله. شي كم ساوي بالحبس؟ عملت منيحه مع واحد وشهدت معه قام طلع كذاب. وهيك شهدت معه لله بالله ولا ببلاش ولا شلون؟ اي والله حاكم مثل ما بتعرفني ما بخجل حدا، مين ما طلب مني خدمه بخدمه. معلوم شو هم صاحبنا اخوي؟ دخيلك يا ابو ضاي، في حواليك شي رزق؟ لا هلا ما في شي. حاكم إذا بتحتاجني بتلاقيني جاي. ماشي بس لا تحكي معي لحتى أنا نادي لك. صار يا أخي. لسانك نيفة هالراس نيفة. نيفة هالراس نيفة. اسمع. مور يا أفندي. بتجيب بكرة كم جرزة بتلحشهم مع الروس. بس في عندي جرز يا أفندي. في عندي بقدونس، في عندي النعناع، مثل ما لك شايف. تلحش معهم طرخوم. طرخوم؟ إيه طرخوم. وبتنادي. خاين يا طرخون خاين يا طرخون. بتروح بتوقف نحو بيت المختار. اخطي مالك يجي على بالهم ياكلوا طرخون. بس ما بجيب سيرتي منوبة. فهمان شو عم حاكي؟ هي شغلة بسيطة يا أفندي. ايوه مر لعندي المساء مشان تاخذ فرجية. الله يكتر خيرك ويزيدك من نعيمك. سلام. الله معك يا أفندي. لسانك أبوان خاعة ونيفة هالراس نيفة. أهلك بدون مسؤولي سمعتي يا مرتخي. هاي فوق ما كبسنا على الجرح ملح وسكتنا مشان ما نفتح أختك. بسيطة لك أخي بسيطة. هلأ ببعت جواد لعند عمران وخليه يحكي معه لأنه كان أصحاب من زمان. وشو بده يحكي معه؟ يعني بك هذا بيحكي معه جوز كلام هيك بكيف بلا وشرعه عنا. باطل باطل يا أبو دياب على الحكي. لك ليش لك أخي ليش؟ شو عم تحكي أنت أخي أبو دياب؟ شو عم تحكي؟ بدك يعني أنا أبعت أخي جواد لعند عمران الأرض مشان يترجاي كيف بلاغ شروا عنا؟ يا حيف عليك يا أبو دياب. والله ما بعرف شلون بدنا نحل هالمشكلة بدون ما نفضح هالحرمة. لك أخي هي الحرمة حابة تفضح حالها، نحن شو دخلنا؟ شو رأيكم نروح لعند أهلي وخبرهم بالقصة من أولها لآخرها؟ إيه منيح. شو رأيك عقيد مو منيح؟ ماشي حال، روحي لعند أهلك وخبريهم لنشوف شو بصير معهم. روق أخي روق. روق. استغفر الله العظيم. طيب خلينا نجرب نعرضه على الخستخانة. رحت على الخستخانة وسألت ما بنستفيد شيء. طيب شو قالوا لها؟ قالوا لي اتمال لي ابو صفوان ده الكلب ما له طب.
يعني المسكين رح يضل على الحاله هي لحد رب العالمين ياخذ امانته. مسكين يا رب نجيب على الوعاء. طيب اخوه فارس عنده علم بالقصه؟ والله فارس الرخر وع على اجره طنجره الحاس ومكسوره مو حسنان يتحرك. ابنه لابو نجيب موجود بحلب مو معروف بيته. طيب عم ياكل عم يشرب حدا عم يروح يشق عليه؟ ليش حدا بيصير يفوت لعنده؟ والله اذا حدا فات لعنده وعضه بينكلب مثل حكايته. ما عم نزت له الاكل زت. عم نفكر نجمع حالنا شي 4-5 ونروح نغسله. والله معك حق ضروري وانا كمان بروح معكم. لحد ضيع الطرخون. شو بدك فيه؟ الزلمة عم بيتسبب ولاحق رزقه. قرب على الطرخون. لوين رايح؟ خير يا طرخون خير. خير وليد الطرخون. خير هالطرخون خير. نيفا الراس نيفا قرب يا حمام نيفا الراس نيفا خاين وليل أصل هالطرخون قرب يا حمام طرخون قعدوا يا حمام نيفا الراس والله نيفا قرب يا حمام خاين هالطرخون خاين ونيفا الراس نيفا قرب قرب عم يقرع الراي من هون عم نقيمه بدنا نسبب عقيد؟ سبب غير ارني شي؟ بسبك لك عرفان العقيد عم بيقول لك ايه من عرباية من هون بتقيمة من هون ايه؟ امرك يلا هوا نيفا الراس نيفا نيفا الراس نيفا سعد صباحك عقيد عليك عمي بيقول لك ديب واخي عبدو وصفوان عم يستنوك وبدون اياك بالمضافة عبده وصفوهات؟ ايه خير عمي في شي؟ بدهم ياخذوكي مني بدهم يحرموني منك يا ريحة الحبايب بس يا عمي انا ما بدي روح بدي ضل عندكم هون عمي لو بيطلع بايدي ما خليهم كنت ما بخليهم بس ما بقدر طالما انت ما عندك اولاد وجوزك الله يرحمه صار من حق اخوك انه ياخذك لبيت ابوك ايه
يا عمي نحن سألنا مشايخ الجامعة الأموية وقالوا إنه المخلوقة فيها تكمل عدتها بيت أهلها. الله يهديك لك ابني، أنت ليش مستعجل العجلة كلياتها؟ هلا شو عليه إذا خليتوها ببيت عمتها؟ وخاصة هلا جاي شهر رمضان الفضيل، يعني معليش خلوها لبعد رمضان. عمي أبو لطفي أنت على راسي وعيني، بس هي القصة. عبدو لو أبوك الله يرحمه لساته عايش كان سوا هيك؟ معلش يا عقيد معلش، أنت من بعد أنت ما حدا سألك. ليش علي؟ بتمون عقيد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عمي أبو الله شرف شرف. شرف عمي شرف شرف تفضل هون. شرف. يوووو. خير؟ شو في؟ عمي أبو الله يعني نحن جايين لعندك مشان موضوع أختي. أيوة. يعني ومثل ما بتعرف الأصول إنه الأرملة إش كان ما عنده أولاد تعيش ببيت أهلها. إيه. ومن بعد إذنك أنا بدي أخذ أختي تعيش ببيت أبوها. ليش هي شكت لك مننا شيء؟ لا. طيب هي إلى خاطر إنه تروح تعيش ببيت أبوها؟ والله يا عمي أبو الضاحة هي القصة مو على كيفها. الأصول. بلا أصول بلا بطيخ. أنت جاي تعلمني الأصول؟ روي عمي أبو الضاحة روي شو بدنا طول بالك. يا مش شو عليكم. الأصول قال عمي طول بالك وحياة روح وضاع ما بصير إلا اللي بدك يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قوم عمي قوم الله يرضى عليك وروح تيسر وبعدين نشوف شو بدنا نسوي. إيه إن شاء الله خير. شرف شرف السلام عليكم. 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 روي روي أبو الضاحي أنا روي وحيد الله مختار وحيد الله حسبي الله ونعم الوكيل. شو طمني رجعت الرودة لبيت أهلها؟ لا يا أمو ما انضربت على قلبها. ليش؟ ميبس راسه نمر الخشاب. إيش هو على كيفه؟ هو هيك مفكر يا أمو. أنتو شو بكن تساوي؟ بسيطة يا أمو بسيطة. هذا نمر الخشاب لساته مفكر حاله صاحب كلمة على الحارة يا أمو. إيه ما فشلت عينه زمان أول تحول كان شاد الظهره بولاد عمه وبابنه هلأ بمين بده يشد ظهره؟ قومي يا أمو قومي الله يرضى عليك يساوي لنا كاسة شاي اكرك عجام خليني ندخن معها السيجارة وأعمل صفني هيك شو بدي ساوي بهالضراب السخن. يا أمو تكرم عينه بالنظافة شربت سيجارة هيك قدام الزلم؟ ايه لا ملخ شلون صنباطة صنبع بيناته اكبر قلبي هيك بدي اياك عشان يعرف انك رجال. صدق الله العظيم فوتي بنتي فوتي يلا قوم قوم مشان تسحر. لا عمي ماني نفس تسحروا بدو ماني شيء. عمي أنا وعمتي ناطرينك يلا قوم مشان نتسحر سوا. لا 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 خلص تسحروا تسحروا أنتوا لحالكم ماني شيء. خلص معناته بدك يانا لا من دون سحور. لا لا روح يلا خلص يلا جاي جاي يلا يا رب. يا ميدة أهلين وسهلين. أهلين وسهلين أهلا وسهلا كيفك إن شاء الله؟ أهلا وسهلا تفضلوا تفضلوا شرفتوا أهلا وسهلا شرفتوا أنستوا والله وسهلا تفضلوا تفضلوا على الديوان. يا مرويدة خدي طنجرة الكبير مدهام. يوه ليش معزبين حالكم؟ كنتي مدهام حبيت اليوم تفطركم من كباياتها. إن شاء الله بيعيشوا هالإيدين إلهي. الله يسلمك خالك سلم إيديك يا مدهام. الله يسلمك يا رب. والله يا عم شاعر ما حدا إله نفس ياكل شيء. الله وكيلك الأكل ببيت المونة ما حدا عم يصيب. بسلامة خيركم أم وضاح بس بيني وبينك كبايات كنتي غير شكل إيه بيفتحوا النفس بيشعوا. إلهي سيدي مولاي يجبر بخاطره ويبعث له لأدهم أخ. أخ يا أم وضاح والله موبايل. يا أبو وضاح إذا بدنا نجي للكلام مزبوط الجماعة معهم حق. حق شو؟ يعني لا تأخذني بهالكلمة اليوم ما في حدا بيقدر يجبر حدا يخلي بنته ببيت حماها بعد ما تترمل. لك أنا بعرف ناس كتير أخذوا بناتهم من بيت حماهم بعد ما ترملوا وكان في وراهم عرولات
هلا حكي مزبوط ولا لا؟ اي نعم. في شغله ثانيه يا وضاح لازم تنتبه لها منيح. شو هي؟ بلا منقوديه الحرمه لساعتها صبيه وباول عمرها ولازم تعيش حياتها، يعني ممكن الله يبعث نصيبها، انت ما بتعرف. اي نعم. بس هي مو مفكره بهالموضوع بنو. يا ابو وضاح كلامك على راسي من فوق، اليوم مو مفكره بس بجوز بكره تفكر. لك يا اخي ما بتعرف. ايه وبيت اهلها بيجي نصيبها، اما عندك بالبيت والله ما حدا له عين يجي يخطبها. مزبوط كلامي يا جماعه؟ ايه شيخ ايه، بس الحرمه لساها بالعده وهذا الموضوع ما لازم ينحكى فيه بمصر. شو منين الكبه يا مطاع؟ هي بعدها مرت العقيد جابت لنا اياها. ايه الكبه بدون وضاح ما لها طعمه. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا ترى بكره على الفطور رويدة بتكون قاعدة معنا؟ تفضلي تقعدي. سلم ايديك. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خذي هاي من ايدي عمو. يسلم ايديك. خذي يا موضه. يعيشوا الايدين. يا رب يا كريم يا جبار يا مجير. خلص ابن عمي مثل ما عم اقول لك، هي الشغله ما لها الا الشيخ وضاح المطلق، يا اما ابو قاسم المختار ابو لأبو محمد الاسكافي. قول الشيخ وضاح عشيرته بعيده، بس ابو قاسم انا اليوم شفته عنا بالحاره، هلا بيكون ببيت ابنه ابو محمد. تحمل حالك تروح لعنده تاخذ مشورته وبتطلب منه هو يحكي لك مع ابو وضاح مشان يوافق. وطيب انت ليش ما بتروح معي؟ ما بيمشي الحال يا ابن عمي ما بيمشي الحال، يعني بلا منقوديه ايش كان انا رحت معها؟ الا ما يقولوا انه صفوان له غايه ومصلحه من القصه، اما انت اخوها للمخلوق اولي امرها. مزبوط. لكان خليني اروح لعنده. طول بالك اسمعني لقلها، هذا الزلمه روح قلبه القبضايات، ما بيحب الزايحه، بقى بتوزن كل كلمه قدامه قبل ما تحكيها مشان ما يعطيك كلمتين بالعظم. لك لا 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 هي محلوله بعدنا محلوله. لا تقلي بعدنا، انا ابو سالم. ها ابو سالم احلى ابو سالم. يلا خاطرك طول بالك رايح معك بدي اروح على البيت. ايه شرف شرف. السلام عليكم عقيل. وين رايح؟ انا لازم بروح عادي. ما قلك المختار بضل قاعد هون بالحال حتى يلاقي لك شغل؟ الله يعينه مختار، انا نفر غريب، انا نفر اصملي وضاح قتله نفر اصملي، يعني اهل الحاره ما بيحب انا مختار، ما في حب انا. لك شو هالحكي هاد؟ لك انوار شو هالقصه هاي؟ انت بتعرفوا اللي قتل وضاح شي؟ لا عقيد، انا لو بعرفه اشرب من دمه. ها شفت شلون؟ معناها انت مالك ذنب حتى لو كنت تركي. عمي نحن ما بنكره العصمليه كله، العصمليه فيهم ناس شروا احسانك، ولاد عالم وناس، وهدول ما بنعدهم الا منا وفينا. اما العاطل بلا منقوديه ما حدا بيطيقه ان كان عصملي ولا عربي. مزبوط مزبوط عقيد افندي. بقى اوعك تصدق انه المختار ممكن يكرهك مشان هاي القصه، لا هو ولا اي حدا بالحال. سيدي ومشان الشغل طمان، انا رح اقول له لابو محمد يحطك عنده بالمشغل، وهذا الخان لا تعده الا لك، بتضل قاعد فيه معزز مكرم لحتى نلاقي لك شغل ومسكن. شام شريف كله نفر شريف افندي. انت الشريف والقبضاي اللي بتستاهل. تشكرات تشكرات عقيد افندي. لا شكر على واجب، يلا فوت لجوا. لك شو رايك تتجوز؟ أنا؟ إيه أنت. بنلاقي لك شي مستورة من عنا من الحارة، وهيك بتصير من أهل الحارة. هذا شرف كبير، كبير كتير عقيد. شو رايك بالداية ديبة؟ الحرمة أرملة وفي عندها بيت. داية ديبة؟ إيه الداية ديبة. بس داية ديبة كبير كتير عقيد، يعني ختيار. إيش أنت شفتها؟ أعوذ بالله، أنا ما بشوف حريم غريب عقيد، بس داية يعني كبير. لا مو كبيرة، عمرها مقارب لعمرك، بعدين الحرمة مستورة وشريفة. في ممنوعات انا بشوف الداية ديبة عقيد؟ لا ما في ممنوعات، من حقك تشوفها. افرنجي انا بشوف داية بعدين زواج عقيد. يلا فوت لجوا فوت. السلام عليكم عقيد. وعليكم السلام. الله يكون بعونك. الله يصبركم انت وامه يا ابو وضاح ويعوضكم خير. الله يجبر بخاطرك يا ابو قاسم. ايه سيدي أنا جاي لعندك وفي إيدي عندك طلب، بتخجلني ولا بتلبيني؟ ولو أنت بتمون علي وعلى أولادي،
بس ما ضل عندي بلاد. واحد الله يا مختار. لا يا وضاح، لا، ولادنا كلهم ولادها. أمور مختار، مشان حرمته للمرحوم أنا برأيي إنك تسمح لأخوها يجي ياخدها لعند أهله. معلومة الحرمة بعد موت جوزها مرجوعة لبيت أهله، خصوصي إنه ما عنده ضنا، وابنه للمرحوم أبو عبده معه حق. الرجال ما بده يصير بيناتكم زعل ولا مشاكل، خصوصي إنه حرمتكم بتكون عمته، يعني ما في حدا غريب، مو هيك يا جماعة ولا أنا غلطان؟ الله يحميك يا مختار. يا سيدي كلامك كلياته مزبوط، ما لا غلطان ابنه. ما شو قلت يا مختار؟ قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله. مثل ما بدكم، اللي بدكم يصير. الله محيي أصلك يا مختار. هيك ها؟ بس في لي طلب. مور مختار، بدي اياهم يبعثوا لي اياها نهار كامل بالجمعة، لأنه أنا وحرمتي ما ضللنا حدا بهالحارة هي يعوضنا عن أولادنا غير هالحرمة، وغيابها عنا رح يكون صعب، صعب كتير. هي شغلة بسيطة، هلا بنبه عليه لابنه للمرحوم أبو عبده يبعث لكم إياها كل جمعة نهار. معناتها اليوم بعد صلاة التراويح مختار، بعد إذنك ها، بيجي أخوها وبياخذها. أي عمي أبو الضاح، وأنا كمان في إلي عندك طلب. أمور خالي، بدي نتشرف اليوم بمعيتك ومعيت الحاضرين مشان تجوا وتفطروا عنا بالبيت. ايه والله بتكونوا فضلتوا على راسنا. الله يزيد فضلك يا رب. ان شاء الله دائما بالعز. بارك الله فيكم، بس انا بدكم تعذروني، هاي الشيخ نزير وابو لطفي بكفوا بيوفوا. يا مختار بدك تخجلني؟ لا ما عاشر بدي خجلك، بس انا اليوم بدي افطر بالبيت مشان اتودع من حرمة المرحوم وضاح. لا اذا هيك معذور يا مختار. لا تنسوا يا جماعة اليوم مفطور عندي. ها السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. مع السلامة مختار، شرفت عليك محمد. السلام. الله معكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا كريم دار. ايه وشو صار معكم تقبرني؟ هلا بعد صلاة التراويح راح اروح جيبها. وليش جوز عمتك وافق؟ ابي وافق ليش لحتى ما يوافق؟ ابنه وتوفى واختي ما عاد في لزوم تقعد ببيتهم. عمي رويدا. عمار عمي. هلا بس تخلصي اطلعي انت وعمتك على اوضتك وضبي اغراضك. عمي انت لازم تروحي على بيت اهلك. ليش بدها تروح بيت اهلها؟ بده يجي اخوها ياخذها. بده ياخذها زياره ولا لا؟ على طول. لا والله ما لا رايحه. موضح انا اعطيت كلمه ومشي الحال. لا تبكي عمي لا تبكي، انا حطيت عليهم شرط انه يبعتوكي لعنا كل جمعه نهار من الصبح للمغرب. بس والله ما مات. والله يا عمتي ما مات، انا كل يوم عم شوفه بالمنام. والله يا عمتي ما مات. ان شاء الله يا رب يكون عايش ويرجع. انا رايح صلي بالجامع لوين ما ارجع بتكون ضبيته الغراض. عمي رويدا لا تبكي الله يخليكي، شو ما بتحتاجي شو ما بتحتاجي ليلي، انا بمثابة ابوكي الله يرحمه. خلص تقبيني. ما بدي روح يا عمتي ما بدي روح. خلص الله يخليكي. ايش حالك؟ ها اجى المختار ابو الضاح. اهلين وسهلين. اهلين ابو الضاح. السلام عليكم. السلام. شريف 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 شريف. عمتي معلش اخذ الميتان تبع وضاح معي.
شو ما بدي، بس اتركي لي شي من ريحتي. يلا يلا. السلام عليكم. يلا اختي شو مطولة؟ لا ما لا مطولة. يلا خفيها شوي، صفوان ناطرنا تحت. شو؟ صفوان؟ ايه صفوان. اهلين بعمي ابو الضاحي، يسعد لي مساك والله. لوين فايتونا؟ جاي عاونوا لابو حجوم. الله يعين صفوان. اطلعنا برا، اطلعنا برا يا كلب يا واطي. ما زالك عم تحكي عن وضاحي انه خير بيستاهل الاعدام؟ شلون فايت على بيته ها؟ شلون فايت؟ شو؟ وضاح خير ولا؟ لا عمي لا، انا ما حكيت هيك شي بنو. بلا انت حكيت هيك. يا كلب يا واطي.